عندك مشروع او محل بدك تعمل له اعلان، نحن بنتكفل بهذا الموضوع تحت اسم الغداف ميديا جروب، علامه تجاريه مسجله لدى وزاره الاقتصاد. اول نقطه انا بدي استعرض هلا النقاط نقطه نقطه، ليش شركات الاعلانات لما تشتغلوا معها عم تحسوا ما عم بتجيب لكم نتيجه؟ اول سبب هي اعطاء نتائج منا حقيقيه، بمعنى انه نحن حنوصل ل 40 50 الف لايك 60 الف لايك، حيصير عندنا هالقد فيو، هيدا الشيء خيال منه مزبوط، لانه الشغل هو اللي بجيب اللايكات، الشغل الهادف هو اللي بجيب اللايكات، بس نحن ما فينا نجي نتوقع انه نحن خلص على الاكيد. ليش بيعملوا شركات الاعلانات هيك؟ كرمال يضمنوك، بس انه تفعلوا كرمال يضمنوك انه 100% انت معنا، وهذا الشيء غلط كتير كبير. الغداف ميديا جروب نحن ما بنعمله ابدا، نحن ما بنعطي تقديرات 100%، نحن بنعطي دراسات، نحن بنعطي خطط نمشي عليها وبتكون 100%. النقطة الثانية عدم الشفافية بالعمل، يعني ما بتعرف شو عم يشتغلوا، ما بتعرف شو عم يعملوا، ما بتعرف شيء، قاعد انت بس انه عم تدفع، بس انه في نتيجة ما بتلاقي في نتيجة باغلب الاحيان، هيدي كتير مشكلة كبيرة بنواجهها لانه ما بيصارحوا، يعني في امرار انت مش ضروري الاعلان يكون ماشي صح، في امرار بكون بده دعم اكثر، بده في ملاحظات معينة، طب انت اخر من يعلم، وانت الشخص يلي فاتح المشروع وتعبان كرماله، انت اخر انسان بيعرف شو عم بيصير بالضبط. ثالث نقطة هي الاعتماد على الدفع للفيسبوك بدل الاعتماد للاستثمار بالخدمة، بمعنى مطعم فاتح بيدفع للفيسبوك كتير ليبين لكل العالم، بس نفس الوقت هو مش مستثمر بكواليتي الاكل الموجود عنده، شو النتيجة؟ النتيجة الكاستمر بس يفوت على هذا المطعم مش حينبسط. عدم اعطاء حلول مبتكرة هي النقطة الرابعة اللي انا بركز عليها، لازم دايما نحن نبتكر، مش دايما لازم نمشي روتين خلص، انه دعاية انا كشركة اعلانات عم بعمل دعاية لهيدا وهيدا وهيدا كله نفس الشيء خلص، لا لازم يكون في ابتكار بالموضوع، لازم يكون الشخص يلي يعني شركة الاعلانات بالعادة لما تبلش تبتكر او لما تبلش تعطيك حل حلو وتوصل لكتير ناس وتصير عن جد فيمس اكتر، فهون عم تشتغل من قلبه، بس اغلب شركات الاعلانات الموجودة يلي انتو بتعرفون يلي اشتغلتوا معهم ما بهمهم الا موضوع واحد، هو الموضوع المادي اللي هو نحن اخر اهتمامنا. لما نشوف نحن نجاحك، وصلت انت لمرحله ناجحه، فنحن نكون عن جد حسينا بالنجاح كمان معك، حسينا عن جد انه نحن على مستوى عالم الحرفيه، وهذا الشيء شهاده بالنسبه لنا. النقطه الخامسه هي التركيز على المنافسه بين شركات الاعلانات على السعر. اكيد 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 لما انت تشوف هلا مثلا دعايه نحن بنعطيك 12 بوست 24 بوست وهالخدمات كلياتها وست سبع خدمات بس ب $100، طب النتيجه وين؟ انا استفدت ولا ما استفدت؟ هذا السؤال، مش السؤال السعر. اغلب الناس اللي عم يقعوا بهيدي المشكله انه عم يطلعوا $100 $110 طور مشروعك $110، اي مشروع بده يتطور $110؟ اكثر شيء مكلف بالمشروع هو الاعلانات، بس لما تكون مزبوطة، مش لما يكون بهم الشركة بس المصاري، لا أكثر ولا أقل. فمنلاقي نحن في كتير خدمات نحن بهمنا النتيجة، أهم شيء عنا نحن النتيجة مش فكرة السعر. يلي بده يشتغل مزبوط ما بقول لك خلص نحن أرخص تعال عنا أو نحن أرخص، بيشتغل على كواليتي الخدمة، شو بده يقدم لك، استراتيجية واضحة لتعرف لوين بدك توصل. آخر شيء اختيار الشركات الخاطئة يلي شركات الإعلانات بيوقعوا فيها. لما انت شركة او لما انت مثلا مطعم بدك انت مثلا تستثمر، بدك تدفع لشركة اعلانات، اوكي، شركة الاعلانات بتاخد من الكل، يعني المنيح بيعمل معه اعلان والقبيح بيعمل معه اعلان، الكل في يعمل معه اعلان، وهذا غلط كتير كبير. بالغداف ميديا جروب لما نحن نروح نعمل اعلان لشركة معينة، هيدا الشركة اللي نحن منروح لعندها منتأكد إذا مطعم نظيف، الأكل نظيف، أو إذا كان أوتيل خدمته نظيف، هالأمور كلها قبل ما نحن نعمل له الإعلان، نحن ما بنعمل إعلان لحيال لحدا، وهيدي الشركات الإعلانات اللي بتوقع فيها اللي بهمها بس المردود المادي، وهي هيدا أكبر غلط، مين اللي بيكلها بالآخر؟ بيكلها بالآخر الزبون اللي عم بيروح على هيدا المطعم، هيدا المطعم دفع، شركة الإعلانات قبضت، الزبون راح أكل، أكل منه طيب، بمطعم منه نظيف، يمكن صار معه تسمم، بس لأنه شركة الإعلانات مهتمة بالناحية المادية بالموضوع. أما نحن بنتأكد من المطعم أو نتأكد من السيرفس أو من الشركة قبل ما نبلش نعمل لها الإعلان، وهذا الشيء بفيد الزبون، والزبون هو بكون آخر شيء مرتاح ومستفيد. وأخيرا يلي بحب يعرف الباكيجز أو أي معلومات أكثر بيحكينا على الواتساب، امتين ما بدكن
بأي وقت بدكم إياه ما في مشكلة، وبكون أنا بخدمتكم وخدمتكم شرف لإلي دايما. أهلا وسهلا فيكم.